الجمود الذي يسيطر على مسار العملية السياسية في سوريا منذ فترة طويلة يبدو أنه سيكسر أخيراً، فهناك أنباء عن توجهات لدى الدول الكبرى بتنفيذ خطة جديدة في القريب العاجل من شأنها قلب الأوضاع في سوريا تماماً. فما القصة؟ وما تفاصيل تلك الخطة الجديدة؟ التقارير الإعلامية نقلت عن مصادر دبلوماسية غربية تصريحاتها بوجود تحركات قريبة في الملف السوري الذي هدئت وتيرته منذ فترة طويلة، فعلى ما يبدو أن الدول الكبرى المعنية بالشأن السوري لديها النية لكسر الجمود الذي سيطر على مسار العملية السياسية في سوريا، وذلك من خلال خطة جديدة يتم العمل عليها وراء الكواليس لوضع اللمسات الأخيرة من أجل تنفيذها قريباً. بحسب التصريحات، فإن دول الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم دول الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى قناعة تامة بأن الطريق نحو التوصل إلى حل سياسي للملف السوري بات مسدوداً ومغلقاً بالكامل بعد فشل كل المبادرات التي تم وضعها على الطاولة، كما أنهم أدركوا أن التفاوض مع نظام الأسد لن يجدي نفعاً، إذ إن الحكومة السورية غير مستعدة لتقديم أي تنازلات حقيقية من شأنها أن تدفع بمسار الحل السياسي في سوريا نحو الأمام. لذا تأكدت الدول الغربية بأن التعامل مع الملف السوري بذات النهج القديم يعني أن الوضع في سوريا سيستمر على ما هو عليه الآن إلى ما لا نهاية. يأس دول الغرب والاتحاد الأوروبي من النظام السوري وإمكانية تحريك المياه الراكدة في الملف السوري وإيجاد حل سياسي حقيقي، دفع الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول الأوروبية للتفكير في خطة جديدة، حيث خرجت أمريكا بفكرة جديدة يتم الآن تداولها في الغرف المظلمة بشكل غير معلن، تتمحور حول التوجه نحو دعم إقامة نظام فيدرالي في سوريا قريباً، حيث رأت المصادر الدبلوماسية الغربية أن واشنطن ومعظم دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية المعنية بالشأن السوري يرون بأن سوريا في الوضع الحالي تتجه نحو مستقبل مجهول وخطير. لذا فإن سيناريو إقامة نظام فيدرالي في سوريا قد يكون الحل الأمثل لضمان مستقبل أفضل للسوريين خلال السنوات القادمة في ظل فشل كافة المبادرات لإيجاد حل سياسي للملف السوري. تلك الخطوة الجديدة سبق وأن طرحت في أروقة صنع القرار في أمريكا وأوروبا، لكن العديد من المسؤولين الغربيين رفضوا الفكرة وطالبوا بإعطاء المجال والمزيد من الوقت والفرص لمسار العملية السياسية في سوريا على أمل تحقيق تقدم في هذا المسار. وبحسب المصادر الغربية، فإن إقامة نظام فيدرالي في سوريا يعني تقسيم البلاد إلى أقاليم إدارية أو تقسيمها إلى مناطق حكم ذاتي ستكون على أساس عرقي أو طائفي، وفي حال تنفيذ تلك الخطة سيظل مصير الأسد مجهولاً وفق تعبير المصادر.